مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، ما زلنا نتواصل، نجدد التحيه واللقاء من جديد. انطلاقه موفقه، انطلاقه سليمه باذن الله تعالى. انطلاقه شوطنا الرابع عشر الذي خصص هذا الشوط للجعدان من الاشواط المفتوحه لسن الحقائقه، مسافتنا 3 كيلومتر. نذهب مباشره الى مقدمه الشوط، من يعلن وجوده بركب المقدمة وبالمركز الأول. هنا ينطلق مع الصدارة شاهين، تعود الملكية مشاهدين الكرام لشاهين لمحمد بن علي بن مبارك. المقدمة الحذر محمد بن سعيد بن مكتوم بن غموش الينيبي مع المقدمة مع المركز الأول. المركز الثاني يلي مباشرة الدرع أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي مع المركز الثاني. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام، من ينطلق مع المركز الثالث. يا سلام في هذا الانطلاق والمسار، هنا يتقدم بكل قوة أشقر سالم بن محمد بن سهيل العامري، ينطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل هنا شاهين محمد بن علي بن مبارك البريص المري. والمركز الخامس من الجانب الآخر، من يتقدم شاهين طهميمة بن مطر بن عنودة العامري، من ينتقل مع المركز الخامس. المركز السادس، يا سلام في سادس المراكز، هنا من ينطلق ويادي شاهين علي بن راشد بن غالب المنصوري. يا سلام، نعود مع البداية، نعود مع المقدمة مع المركز الأول مع المسار الأول. أشقر أشقر سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري مع مقدمة الشوط مع المركز الأول، يسيطر بالمقدمة. يا سلام، المركز الثاني، هنا من ينطلق مشاهدينا الكرام أراد درع، تعود الملكية للدرع اللي من يأتي مع المركز الثاني. يا سلام، أحمد بخلية بن رشيد السويدي. والمركز الثالث وصل شاهين محمد بن علي بن مبارك البريصي المري. ولكن القدوم القدوم، يا سلام، هنا شاهين شاهين، تعود الملكية محمد بن حمد بن محمد المنصوري مع المركز الرابع. ولكن من الجانب الآخر، من ينتقل انتقالة ممتازة معزم سلم بن حمد بن متعب بن محمد العامري، يا ترى لي من الفوز القادم أحلى. وصل هنا مشغل مبارك بيمع بن مطار الخيلي، وأرى القدوم هنا والسيطرة مع المركز المقدمة. ما زالت الصدارة، من يغير الأمور؟ معزم معزم، من عزم على الصدارة عزم بيهدي الفوز والناموس لمالك مسلم بن حمد بن متعب بن محمد العامري مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. المركز الثاني، هنا ينطلق الدرع أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الثالث وصل شاهين حمد بن محمد بن حمد المنصوري. ولكن القدوم من شاهين محمد بن علي بن مبارك البريص المري، والتحركات القادمة من مشغل مبارك ويمع بن مطر الخيلي، وأيضا الوصول من حشيم أحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي. والقادم أحلى وصل براك سعيد بن عامر بن حمد النيادي. يا سلام، الأسامي القوية بدأت تظهر، الكل بالفوز الكل بالناموس. وصل هنا سلام حمد بن سالم بن حمد العامري، ولكن القيادة وين؟ الصدارة وين؟ المقدمة، يا سلام، معزم معزم مسلم بن حمد بن متعب بن محمد العامري عزم يبي الفوز، عزم يبي يهدي المالك. يا سلام يا سلام، مسلم بن حمد بن متعب العامري، و500 متر أخيرة وما زال معزم بدون أي تعليمات بدون أوامر. صدر صدر البلاد، بلغ الناموس. يا سلام، غادر غادر معزم، غادر معزم، وبدا الاعلان الرسمي للفوز والناموس. مشكور مشكور يا بن متعب، واسعد الله صباحك على هذا العروض المميزه. كفايه كفايه يا مالك معزم مسلم بن حمد بن متعب بن محمد العامري، مشكور يا ابو حمد على هذا الابداع المميز الذي قدم لنا معزم بدون اي منافس. تهانينا والناموس لمسلم بن حمد بن متعب بن محمد العامري. لحظات الوصول الى خط النهايه، معلن الفوز والناموس. المركز الثاني من حلا مشغل مبارك بيمع بن مطر الخيلي. المركز الثالث كان من نصيب مشاهدينا الكرام ذيب خليفه بن محمد بن زايد الخيلي. المركز الرابع وصل مشاهدينا الكرام اللي هو مغطي لمبارك بن محمد بن علي الوهيبي. والمركز الخامس كان من نصيب براك سعيد بن عامر بن حمد النيادي. هكذا كان التحدي، هكذا كانت العروض المميزه الذي قدمها لنا معزم. تهانينا والناموس لمسلم بن حمد بن متعب بن محمد العامري على هذا الفوز والانتصار. 4 دقائق 24 ثانية 6
من الأجزاء. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمالك معزم سلب الحمد بن متعب بن محمد العامري. 4 دقائق 27 ثانية ثمانا من الأجزاء من حلة في ثاني المراكز مشغل مبارك بيمع من مطار الخيلي. المركز الثالث قطع المسافة زمن وقدر 4 دقائق 28 ثانية ثمانا من الأجزاء من وصل في ثالث المراكز الذيب خليفة بن محمد بن زاهرة الخيلي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين والمنتصرين في هذا الصدر.